كذلك أكد المصلط أن الجيش السوري الحر يحارب على عدة جبهات، جبهة النظام، نظام الأسد وحلفائه الإيرانيين، وجبهة داعش. وأضاف المصلط أنه لابد من تسليط الضوء على معاناة سكان الرقة، ويجب تكثيف الجهود لتحريرها من داعش. يعني الجيش السوري الحر والفصائل الثورية المعتدلة هي تحارب على جبهتين حقيقة، الجبهة التي يوجد فيها النظام ومرتزقته، والجبهة الأخرى هي التي يوجد فيها داعش. وحقيقة يعني هم يحاربون أجندة واحدة لكن طرفين مختلفين. عندما أقول طرفين أنا أعتبر النظام وإيران وهذا طرف واحد وداعش طرف آخر، لكن الأجندة واحدة بالنسبة لهم. يعني نريد أن نرى يعني عانى أهل الرقة وهم يعني أشقاء لنا وأعزاء، عانى كثير. يعني لابد من تسليط الضوء على معاناتهم، لأننا كان الحديث عن مناطق أخرى كثيرة، لكن عن أهلنا في الرقة يعني كنا يعني مقللين في ذلك. الآن لابد من يعني تسليط الضوء على المحنة التي يعانيها الأهل في الرقة، لابد من يعني تكثيف الجهود لتحرير الرقة. لكن أقول أن الرقة لا تحرر إلا بوجود أهلها حقيقة، وبمساعدة يعني الجهود الطيبة من أطراف أخرى.